وباختصار بنكيري بنك محمود رافد وفيدك تعدل منه كل شيء، تحول منه الفضة وتستقبل عليه وتخلص منه فكاتيرك وتشري منه وتخلص جميع مشترياتك وتعدل منه اللوحة لأصحابك وتشري منه كريدي لتليفونك ومسلكك من رفود الفضة بكل سهولة وسرعة وأمان. الدكتور كمال أحمد سيدي أخصائي جراحة عظام ومفاصل. متابعين منصة تواتر في برنامج مجرد سؤال، مرحب بكم في هذا الشهر الكريم أنتم المشاهدين. ما تقييمك لأداء وزارة الصحة في مواجهة كورونا؟ تقييم جيد. بيدي وزارة الصحة اتخذت خطة تعتمد على مقاربة وقائية، وكانت خطة متدرجة حسب ما تمليه اللحظة وما تمليه وضعية الوباء، بدءا بمراقبة الوباء وحتى غلق الحدود والحجر والفحص إن اقتضت الضرورة. حتى الآن أعتبره وأقيمه بالأداء الجيد. ما هي العبر المستفادة من جائحة كورونا؟ بالنسبة لي رب ضارة نافعة. كورونا العبرة المستخلصة منها هو أولا أهمية المصير المشترك، وأعلن أي خطوة عدلها رجاج هذا الصينيين اللي بدأش راح نقدم لنا ألاف الكيلومترات، ده هو العالم كامل متأثر به. المسلكيات الفرد متعلقة مصير، قد تكون متعلقة مصير المجتمع. هذا هو الدرس الأول. الدرس الثاني في نفس المضمار هو أعلن الوطن في حاجته، الكل شيء في حاجته، في حاجته الطاقم الصحي و حاجته في طاقمه الأمني وحاجته في موارده الاقتصادية واكتفاءه الغذائي. إذن هو درس تقبل منه مدى راجل ويعبر بسلام، أعلنها يا الله تبني وطنها بجميع مجالاته، ويا الله يعود عندها وعي بالمصير المشترك ودور الفرد وتأثر به المجتمع. متى يكتفي الطبيب الموريتاني بالعمل في المستشفيات العمومية فقط؟ أنا بالنسبة لي ذا غير مطروح باللي مبني على مسلمة والله منطلقة على فهم طبات والله فهم تعاكس بين أداء القطاع العام والقطاع الخاص. هذا موجود في العالم كامل بتكاملية، ما هو قاعدنا في مجال الصحة بين القطاع الخاص والقطاع العام. بالنسبة أطمع وأنا آمل وأنا شخصياً المسألة مقتنع بها على أن لين يعود فهم كوادر الله طواقم كافية على أن يالله يتم الفصل بين القطاع الخاص، يبقى بعض الأطباء في القطاع العام وبعض الأطباء في القطاع الخاص حسب الاحتياجات. برأيك متى سنرى القائمين على الشأن العام كالوزراء وكبار المسؤولين يتعالجون في موريتانيا؟ لين يعودوا لين يستوعبوا الدرس من اللي خلق في الكورونا، يستوعبوا على أن عيادة مدة تنقفل عليها حدود وتعود ما خالق لها ما هو مستشفياتها، ويقولوا يا ذاك وكتاو فوك نفخ. يا الله رجاج استوعب الدرس، يفهم على أنه مؤسسات اللي يا الله والله قد يفصل فيها على أنه يا الله يعود استثمر فيها قبل أن يجد نفسه مضطرا على أنه يتكي زر مواطن عادي ويعالجه أطباء موريتانيين وموارد موريتانية ومستشفيات عمومية. لين يستوعب هذا الدرس، وللأسف شديد إذا قاعد يلا ناس تستوعبوا حتى قبل الكورونا اللي خلق بعض الحالات اللي مستعجلة. إحنا كان عند رئيس الجمهورية السابق اللي افصل على إنه يعالجوا محد ظرفيته مستعجلة الأطباء موريتانيين. إذا أنا بالنسبة لي ياسر من قلة الوعي عن يفهم أي شخص يسوى كان درجته والله مكانته يفهم على إنه يقدر يعود يستغني عن موارده الموجودة بسرعه، يسوى مؤسسات صحية ويسوى أي مستشفى. للعقوبة لا أعلم عقوبة كيف تنقال. هل الترخيص للعيادات الخصوصية أضر بالقطاع الصحي أم ساهم في تطويره؟ بالنسبة لي فهم فوضى كبيرة في تسيير القطاع العام وتسيير كذلك القطاع الخاص. توجد كانت سمسرة كبيرة في الترخيص وقد تكون أضرت بعض الأحيان وبعض الأحيان قد تكون. ما رأيكم في تطبيق قانون المسافة بين الصيدليات؟ بالنسبة لي أنا عندي ثقة في الخطة اللي اتخذ وزير الصحة، قد أرى رأي شخصي أنها قلت ما هي أولوية، لكن في النهاية
العمل يتم تقييمه لا بعد فترة لا نستطيع تقييمه. ما هي أبرز ثلاث أولويات في المجال الصحي يجب على النظام الحالي العمل عليها؟ الأولوية الأولى هي التأمين الصحي، الأولوية الثانية وظهرت جائحة الكورونا هي المراقبة الوبائية، لأن أي وباء جانبي يخسر بهذا كامل. الأولوية الثالثة هي تسيير المصادر البشرية بما فيها توزيعهم وتكوينهم وتحفيزهم. ما هو أكثر شيء تفتقده المستشفيات الموريتانية؟ قد نعود زين سؤال مش موجود في المستشفيات العمومية. المستشفيات العمومية للأسف شديد عندها كثير من التحديات، خلق تطور ولا تحسين في بعض الخبرات وفي بعض المسائل، قال ما زالت في مشاكل جوهرية بس مشاكل تنظيمية وأهم ما نتكلم عنه في فقرة سابقة. أيهما أفضل حالا في موريتانيا، الطبيب أم المعلم؟ سؤال صعب. على كل حال راني عنه أصعب وضعية المعلم، أصعب وضعية المعلم، وهذا مؤسف به. المعلم هو اللي يكون أصلا الطبيب، هو اللي يكون الناس كاملة، وطالب بالمنبر تحسين وضعية ثم تحسين وضعية الطبيب وتحسين وضعية الناس كاملة. رسالة توجهها للمعلم الموريتاني. رسالة المعلم عنده ونعرف أنه قاعد عنده واعي مسؤوليته اللي عنده، ولم يعرف أنه اللي عاتق مستقبل أمة كاملة، وسالم ولا يسر ظروفه وتتحسن. لو طلب منك أن تكرم شخصية من قطاع الصحة لا تزال على قيد الحياة، فمن تختار؟ كثيرون على كل حال جنود الخفاء، أخاف من الحرج، ما نبقى نسأل من شخصية معينة. ما رأيكم في تجربة كلية الطب الموريتانية؟ كلية الطب كان ضروري وجوده، وكان ضروري إنشاء لدولة ما عندها كلية الطب، ما كنت يعود عندها فقر ونقص في الكوادر وتكوينها، إلى أنها كانت تجربة في تمدد وتمتعد الرواية، لأن كانت فهم بعض التعثرات وفهم بعض نقص الصرامة وبعض المعايير، هي غير راجعة تتحسن تقوم. لو أتيحت لك سلطة اتخاذ القرارات في المجال الصحي، ما هي أول خطوة ستقدم عليها؟ أول خطوة هي الحوار. أنا بالنسبة لي التواصل مع الناس ومع جميع المعنيين هو رأس كل حل. نجمع بين المشاركين كاملين في القطاع، أطباء وممرضين جميع العاملين وحتى المجتمع، يعود في الحوار الذي نبيه مرات وتطرح الناس المشاكل الجوهرية، ثم بعد ذلك الاقتراحات اللي تكلمنا عنها اللي عادت معروفة للتأمين الصحي لبعض المسائل. بالنسبة للتأمين الصحي من أكبر الأولويات إصلاح قطاع الصحة. شنو أصعب موقف قد واجهك في عملك؟ وراءه عمليات صعبة، وراءه يوميا، وراءه تحديات كبيرة. فالأصعب شيء نجبروها هو نيجي لمرضى صعب، المرضى اللي ما يلتزموا بالتعليمات، أصعب من أي عملية، أصعب من أي موقف. المصاحبة اللي يعودوا معهم اللي بعض الأحيان يعودوا معهم متبهرين. طيب في النهاية إذا تعودوا على المسألة نتكيفوا معها، وفي النهاية إذا كان موقف. ما أهم إنجاز حققته في حياتك حتى الآن؟ أهم إنجاز تربي عليه هو طبعاً ما هو احتياري مع المعاونين، هو إنشاء قسم جراحة العظام في نوادي بو. قبل ما نرجع لموريتانيا كنت استغرب من المدن الكبرى، العاصمة الاقتصادية مثلاً وكيف ونعمة، بعض المدن الكبرى اللي ما موجود فيها مراكز كسور وجراحة عظام. ورجوعي لموريتانيا هو كان طلب مني على الانجليز الوالي، ما كان موجودة في جراحة العظام كقسم، وبتوفيق الله تبارك وتعالى استطعت أن ننشئ ذلك المركز بالتعاون طبعا مع الإدارة وبالتعاون مع الفريق كامل لمدة الحمد لله قريب لخمس سنوات، وصار مركز مستقر ويؤدي خدمته. في نهاية مساره عندنا نفس اللي عندنا الزملاء هنا عندنا عطف، وهذا هو أهم شيء. حس بي أنجزته
نجسوا للناس يعني ما نتكلم عن الإجازات الشخصية. شنو أكثر رمز ثقافي يعبر بشكل دقيق عن الهوية الموريتانية؟ دراع. بالنسبة لك ما أبرز معلم يميز مدينة نواكشوط؟ بالرد. كم من الوقت يستغرق طالب أو طالبة للانتقال من حي الترحيل إلى الجامعة الجديدة؟ ما هي حسب أوقات مروز الزحمة رالع المعدل سيكون ساعة زي. من هو أفضل رئيس حكم موريتانيا حتى الآن؟ هو الرئيس المؤسس أوران ديال نشأ والتأسيس من أصعب والفريق اللي معه. هل تحفظ النشيد الوطني الجديد؟ نحفظ أساسه. طلعة والله قاف من إنتاجك؟ ما لازم ما قدمي. طلعة والله قاف تحكيه؟ ما حضرتني الآن. فنانتك أو فنانك المفضل؟ ربما والعوة. شريط غنائي يطربك؟ شريطك احنا ناصيب والطرب. هل يمكنك أن تترجم عبارة موريتانيا تجمعنا بإحدى اللغات الوطنية؟ والله بولوف بات موريتاني سنو موريتاني سنو كار بوريون يب. ما هي الوجبة التي تجيد طبخها؟ وجبات طولها مار ولحم طاجين سباجيتي أوملت. شنو الخضار اللي ما يندار في مار والحوت؟ خضار ما تجي في مار والحوت. وين هي نقطة من نقاط قوة كمال؟ سؤال يعني نقاط ضعيفة ياسر. ربما حب التواصل مع الآخرين. أنت كانت آخر مرة احتجت فيها للوساطة؟ لا أذكر حرج كثيرا من الوساطة. موقفك من التعدد؟ ضد التعدد بالطريقة الموريتانية. شن هي الطريقة الموريتانية؟ الطريقة الموريتانية بالنسبة للتعدد سيئة هي هاي الطريقة اللي تعد مشروع دستورية وضيع فيها الحقوق حقوق الزوجات ويضيعوا فيها الشاشة وطريقة فوضوية. كي اللحموم باش؟ أعتقد 300. شنو السؤال اللي كنت تتوقع أن أطرحه عليك ولا عدلناها؟ سلت الملائكة ربما. السؤال اللي كنت تتوقعه ولا طرحناه عليك؟ لكن اللحموم تبديل صعيب كرزلة أطرح لا صوت الشيء الأول.